فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الله أكبر.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ونائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الله أكبر الله أكبر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل
مثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الله أكبر الله أكبر. ذلك مثله عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الله أكبر وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله أكبر الله أكبر.
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إن هذا لهو القصص الحق الله أكبر وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله الله أكبر الله أكبر أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا الله أكبر
صدق الله العظيم.